يقول الذبح لغير الله للأولياء الصالحين، طبعا إذا ذبح باسم الميت شرك أكبر مخرج عن الملة، ويفعله بعض الباطنية، وكان المشركون يذبحون لآلهتهم باسم اللات باسم العزة، والشرك هذا شرك أكبر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لعن الله من ذبح لغير الله. قال الله تعالى فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك وانحر على اسم الله. ولا يجوز أكل من الذبيحة لأنه أهل بها لغير الله، فالذبح لغير الله بحال حرام لا يجوز. طب لو واحد قال أنا أذبح عند القبر بس لله، وأروح عند البدوي مثلا وأقول بسم الله عند قبره، نقول هذا حرام لأن ذبحك عند الولي قصدت به نوع تقرب للولي. فالذبح أنواع، أولا أن يعتقد أن يقع عبادة تعظيما للمذبوح، مثل أحيانا يمر الرئيس يذبحون وهو يمر، فهذا أيضا ذبح شركي وحرام لأنهم عظموا هذا المخلوق بالذبح عند مروره، عظموه بالذبح عند مروره، فهذا ذبح شركي.